السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نرجع معكم الكتاب المتعلم والمتعلمة من هل النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، وبالضبط الوحدة الرابعة من الكتاب الخاصة بتوالد الحيوانات، الحصة الأولى من هذه الوحدة وعنوانها ضرورة أنثى وذكر في توالد الحيوانات، نيسيسيتي دون فوميل اي دان مال دون لا ريبرودكسيون انيمال. داكوغ، غادي نعرفوا اين تتجلى ضرورة وجود كل من الذكر والأنثى في توالد الحيوانات. إذا الهدف من هذا الدرس هو تعرف دور كل من الأنثى والذكر في توالد الحيوانات، يعني نعرف الدور ديال الأنثى والدور ديال الذكر في ماذا؟ في عملية التوالد عند الحيوانات. إذا كما دائما وكما عودتكم كنبداو أولا بصورة الانطلاق وكذلك بنص الانطلاق، داكوغ؟ إذا هذه الصورة توضح أنثى سمكة الروتا في يد مربي السمك. إذا هذه السمكة اللي كنشوفوها هنايا في يد ماذا؟ في يد مربي السمك اللي كيربي السمك، داكوغ؟ إذا نقرأ هذا النص هذا باش نربطوه مع الصورة، داكوغ؟ إذا زار علي مركز تربية الأسماك فلاحظ مربي السمك يضغط على بطن أنثى سمك التروتة لإخراج سائل فتساءل عن السبب. إذا هنايا هذا علي زار واحد المركز ديال ماذا؟ مركز لتربية الأسماك اللي كيربيو فيه الأسماك، داكوغ؟ وشاف بأن المربي ديال الأسماك شنو كيدير؟ كيضغط على ماذا؟ يضغط على بطن الأنثى. إذا كيضغط على بطن الأنثى باش يخرج لها ماذا؟ باش يخرج واحد السائل، فتساءل عن السبب، يعني ما سبب ضغط مربي الأسماك على بطن هذه السمكة، داكوغ؟ علاش كيضغط على البطن ديال هذه السمكة؟ إذا خصنا نعرفوا السبب. في نظركم شنو هو سؤال التقصي اللي غادي يجي لي مع هذه الوضعية وكذلك الصورة وكذلك الفرضيات؟ إذا سنقترحها. إذا كما اقترحتوا عليا أنني نبدا نكتب فرضيات وكذلك سؤال تقصي، إذا غادي أولا نكتبوا سؤال التقصي. إذا حنايا السؤال اللي طرحه لنا هذه الوضعية وكذلك الصورة، إذا هنا لماذا يخرج مربي السمك، علاش كيخرج هذا مربي السمك السائل من أنثى سمك الثروتة تاتي؟ إذا هذا هو السؤال، داكوغ؟ إذا هذا هو السؤال ديال التقصي، علاش مربي السمك كيخرج لنا داك السائل من أنثى سمك الثروتة؟ بالنسبة للفرضيات، إذا الفرضيات اللي يمكننا نقترحها، نبداو أول حاجة نفترض أن هذا مربي الأسماك أو أنه ديروا أنه يخرجه لكي يقوم بعملية الإخصاب. ممكن نفترضوا بأنه كيخرج داك السائل باش يدير لنا واحد العملية ديال الإخصاب ما بين سمكة أخرى باش يحدث لنا هناك ثروة السمكية، داكوغ؟ بالنسبة للفرضية الثانية هي ذلك السائل هو عبارة عن ماذا؟ عن بويضات يريد مزجها. إذا حنا نفترضوا بأن داك مربي السمك شنو كيدير؟ كيخرج داك السائل اللي هو عبارة عن بويضات باش يمزجها مع الحيوانات المنوية قصد حدوث الإخصاب. إذا شنو كيدير؟ إذا نفترض الأول هو نفترضه أنه يخرج يعني داك السائل لكي يقوم بعملية الإخصاب، والفرضية الثانية هو ذلك السائل هو عبارة عن بويضات يريد مزجها مع الحيوانات المنوية قصد حدوث الإخصاب، مفهوم؟ إذا هذا سؤال تقصي وكذلك هنا الفرضيات. إذا باش غادي نتحققوا من الفرضيات وذلك بدراسة أنشطة أتحقق، داكوغ؟ أنشطة أتحقق هي اللي غادي تمكننا من الإجابة عن السؤال ونعرفوا واش الفرضية ديالنا صحيحة أم خاطئة، مفهوم؟ إذا انتبهوا معايا. إذا أتحقق، قام الباحث سبالونزيني بتجارب
ليبرز دور الأنثى والذكر أثناء التزاوج وحصل على النتائج التالية. إذا هذا العالم هذا هو أظن عالم إيطالي، إذا قام بعدة تجارب ليبرز دور الأنثى والذكر أثناء التزاوج، يعني باش يبين دور ديال كل من الأنثى والذكر. إذا هذاك هو اللي باغيين نعرفوا حنا في هذا الدرس، داكوغ، هذاك هو الهدف ديالنا. أثناء ماذا؟ أثناء التزاوج وحصل على النتائج التالية. إذا النتائج هما هذه، إذا هنا عندي المناولة، هنايا المناولات، وهنا كذلك نتائج المناولات، مفهوم؟ إذا المناولة الأولى، صنع سبالانزاني سروالا غير نفوذ وألبسه لذكر بالغ ووضعه في مماه مع أنثى في فترة التوالد. شنو دار؟ إذا لاحظوا، إذا صنع سروالا غير نفوذ، يعني ما كينفذ حتى حاجة، داكوغ. إذا ألبسه لماذا؟ ألبسه لذكر بالغ من الضفادع، داكوغ، ذكر بالغ هو هذا، ووضعه في مماه مع أنثى، إذا وضعه في الماء، داكوغ، مع أنثى في فترة التوالد. إذا النتيجة لهذه المناولة هي تم التزاوج بين الضفدعين فطرحت الأنثى كريات. إذا وقع التزاوج هنا ما بين الذكر والأنثى، فأعطت الأنثى ماذا؟ أعطت كريات. نشوفوا المناولة الثانية، أزال سروال الذكر. إذا مشى عندك الذكر وزول داك السروال. إذا النتيجة ديال هذه المناولة هي أنه لاحظ وجود سائل لزج داخل السروال. إذا من بعد من حيد له داك السروال لقى هذا السائل لزج، داكوغ، نهاية التجربة لقى هذا السروال فيه واحد السائل لزج. المناولة الموالية، قام برش سائل السروال على جزء من كريات الأنثى. إذا في المناولة الثالثة شنو دار؟ جاب داك السائل اللي حصل عليه هنايا وكبوا على ماذا؟ كبوا على هذه الكريات اللي طرحها الأنثى أثناء التزاوج، داكوغ. إذا هنايا طرح هذا السائل، داكوغ، اللي كان عنده في السروال هنايا، على ماذا؟ على هذه الكريات. إذا النتيجة هو تحولت الكريات إلى شراغيف صغار الضفدع. إذا هذه الكريات تحولت لنا إلى ماذا؟ إلى شراغيف صغيرة، يعني صغار الضفادع، يعني أعطتنا ضفادع صغيرة، داكوغ. مناولة الموالية، عدم رش باقي كريات الأنثى بالسائل الذكري، عدم تحول الكريات إلى شراغيف. لاحظ، إذا هنا الأنثى طرحت بزاف ديال الكريات، داكوغ، بزاف ديال الكريات، لكن بالنسبة للسائل اللزج الذي طرحه الضفدع ما قصش هاد الكريات كاملة، داكوغ. الكريات اللي قصهم هاد السائل تحولت إلى شراغيف صغيرة، لكن بالنسبة للكريات التي لم يلمسها السائل الذكري للضفدع لم تتحول الكريات إلى شراغيف. المناولة الموالية، تزاوج عادي بدون سروال. لاحظ هنا، تزاوج عادي بدون سروال أعطى تحول الكريات إلى شراغيف. إذا بعد ما حدثنا واحد التزاوج عادي بدون سروال أعطانا داك الكريات، شنو تحولوا؟ تحولوا إلى شراغيف، داكو، تحولت الكريات إلى شراغيف. إذا هنايا الأمور واضحة، بعد شرح كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الشرح، أنا غادي يعطيني واحد الاستنتاج، أنني نستنتج. إذا الاستنتاج اللي ممكن نوضعه هنايا في هذه الخانة هو أن التوالد ديال الضفادع يتطلب وجود ماذا؟ يتطلب وجود كل من الضفدع والضفدع، يعني الأنثى والذكر، داكوغ. إذا الاستنتاج هو لابد من ماذا؟ من امتزاج حيوانات المنوية، الحيوانات المنوية للذكر ببويضات الأنثى لحدوث التوالد عند الضفادع. مفهوم؟ إذا لابد من امتزاج الحيوانات المنوية الذكرية أو للذكر ببويضات الأنثى لحدوث التوالد عند الضفادع. وكاستنتاج آخر هو أنه يتطلب توالد الحيوانات أو الضفادع وجود أو تواجد كل من الأنثى والذكر. نشوفوا السؤال الموالي أو النشاط الموالي ثلاثة. إذا ثلاثة، يلاحظ مربو الدجاج أن بيضها لا يفقس إذا كان معزولا عن الديك، بينما يعطي كتاكيت إذا تم التزاوج. إذا مربو الدجاج كيلاحظوا بأن البيض لا يفقس، يعني ما كيتفقس ذاك البيض إذا كان معزول عن الديك. إذا ضروري وجود الديك باش يوقع لنا تفقيس البيض، داكوغ، بينما يعطي كتاكيت إذا تم التزاوج، داكوغ. إلا وقع التزاوج ما بين الديك والدجاجة شنو كيوقع؟ كيتفقسوا ذاك البيض، داكوغ، كيتفقسوا ذاك البيض. إلا ما كانش هناك وجود للديك ما غيوقعش تفقيس للبيض وما غادي
غاديش نحصلوا على كتاكيت صغيره. داكوغ. السؤال هو احلل ملاحظه مربي الدجاج يعني الوثيقه 3 ونتائج تجارب الوثيقه 1 واستنتج. اذا النتائج ديال التجربه 1 هي هذه والاستنتاج هو عرفناه. وبالنسبه الوثيقه 3 الملاحظه اللي لاحظها مربو الدجاج، الاستنتاج اللي ممكن نستنتجو غادي نقولوا فقط شفويا اللي بغى يسجلوا في دفتره يسجلوا بكل سهوله. انا الا كتبتو غادي ندي بزاف ديال الوقت، لذلك باش ما يكونش الفيديو طويل غادي نقولوا شفويا وانتم وقفوا الفيديو وكتبوه على خاطركم. داكوغ. اذا بالنسبه للملاحظه كنلاحظوا بان البيض لم يفقس. علاش ما فقسش هذا البيض؟ لعدم وجود الديك، لانه الديك ما كاينش. داكوغ. عدم وجود الديك يؤدي الى عدم تفقيس البيض، لان التزاوج ضروري بين الديك والدجاجه، انه ضروري وجود التزاوج ما بين الديك والدجاجه لكي يحدث تفقيس البيض. داكوغ. حيث يتم تلقيح البويضات داخل الجهاز التناسلي للدجاجه. اذا داك البيض شنو كيوقع لهم؟ كيوقع لهم التلقيح. داكوغ. كيتلقحوا داخل الجهاز التناسلي للدجاجة فنحصل على تزاوج كامل الذي يمكن من تفقيس البيض والحصول على كتاكيت صغيرة. داكوغ. نعم. إذا هنايا في السؤال الموالي أفسر نتائج هذه التجارب يعني تجربة رقم 1 و2 علما أنه بفضل المجهر تبين أن كريات الأنثى عبارة عن بويضات وأن سائل الذكر غني بحيوانات منوية صور الوثيقة رقم 2. إذا هنايا انطلاقا من تجارب 1 و2، نعم تجربة رقم 2 كذلك اللي هي ديال مربو الدجاج، إذا استعملوا المجهر باش يشوفوا داك الكريات شنو هي، ويستعملوا المجهر كذلك باش يشوفوا داك السائل الذكري شنو هو. إذا وتبين لهم أن داك الكريات هي عبارة عن بويضات وأن ذلك السائل هو عبارة عن حيوانات منوية ذكرية. إذا الاستنتاج الذي يمكن الوصول له هو أنه لحدوث توالد حيوانات البيوضة لابد من التزاوج وتخصيب، ضروري يحدث لنا التزاوج ما بين الديك مثلا والدجاجة باش يحصل لنا تخصيب داك البويضات وتخصيب البويضات في السائل المنوي للذكر. داكوغ. كيوقع تخصيب للبويضات في السائل المنوي للذكر، مفهوم؟ اذا هذا هو الاستنتاج اللي ممكن نوصلوا له. داكوغ. نشوفوا الان الملخص. اذا استخلص ودونوا استنتاجاتي في دفتر التخصص. اذا الملخص هو هذا، يتطلب توالد الحيوانات تواجد كل من الانثى والذكر. اذا باش يوقع لنا واحد التوالد ديال الحيوانات خصنا ضروري الذكر والانثى. داكوغ. تضع الانثى بويضات، اذا الانثى كتوضع لنا بويضات تتحول الى بيض حينما تمتزج بسائل الذكر الذي يحتوي على حيوانات منويه. اذا هاد البويضات ما غتولي لي بيضه الا اذا امتزجت مع السائل المنوي اللي هو حيوانات منويه. داكوغ. يسمى اتحاد بويضه بحيوان منوي اخصى. اذا داك الامتزاج ديال البويضات بالسائل المنوي يسمى اخصاب. داكوغ. هو لا فيكونداسيون. دونك لا ريبرودكسيون انيمال نيسيسيت لا بريزونس دون فيميل كي برودوي دي زوفول. لوفول سو ترانسفورم اون نوف سي لي ميلونجي او سبرماتوزويد دو مال. لونيون un ovule avec un spermatozoïde s'appelle la fécondation. يعني الامتزاج ديال البويضه بالحيوان المنوي يسمى الاخصاب. اذا بقات لي فقره اخيره وهي اطبق واحد اكتب نعم او لا. اذا غادي نكتب هنايا نعم او لا. هاد العباره هاديش كتقول تحول البويضه لبيضه لا يحتاج الى حيوان منوي. اذا هنايا كقولنا بان هاد البويضه باش تحول لي الى بيضه ما كتحتاجش الحيوان المنوي. انا قلنا في هذا الملخص بان البويضه تتحول الى بيضه حينما تمتزج بالسائل المنوي. داكوغ. اذا هاد العباره خاطئه. اذا هنايا لا، الجواب خاطئ، مفهوم؟ شوفوا لا كاستيون 2. جي كرو اون فراز كوريكت اون يوتيليزون لي مو سويفون. دونك غادي نكتب واحد لا فراز هنايا باستعمال هاد الكلمات. اذا خصني واحد لا فراز تكون صحيحه. داكوغ. اذا هاد لا فراز غادي ندير انايا 1 2 3 4 وانتم كتبوها في الدفتر ديالكم بالترتيب. داكوغ. لان ما عنديش هنايا لاسباس باش نكتبها. اذا اول كلمه هي هذه لا فيكونداسيون. الاخصاب هو ماذا؟ خصني لو فيرب دو. هنا هي اي لا فيكونداسيون اي. دونك الاخصاب هو ماذا؟ هاي لونيون دان نوفول افيك ان سبرماتوزويد. دونك سي لونيون 3 دان 4 سبرماتوزويد 5 اي 6 7 دان اوفول اللي هي 8.
Donc la fécondation est l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. D'accord. وبهذا غادي نكون كملت الأنشطة ديال صفحة 48 اللي كتخص الحصة الأولى من الوحدة الرابعة ديال توالد الحيوانات. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، وما زال الجديد إن شاء الله غادي نديروا مجموعة من الدروس الخاصة بالمستويات الابتدائية الخامس والسادس وكذلك المستويات الإعدادية إن شاء الله. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.